موضوعنا اليوم يعني زي ما ذكرنا العلاجات تختلف لكثير من الأمراض، سواء كان زي ما ذكرنا جراحيا أو دوائيا أو حتى نفسيا، لكن يعني العلاج بالتغذية هذا أمر يعني كثير من الناس ما تعرفه. وش هي التغذية العلاجية؟ أوكي، خلينا نشرحها في البداية أو نعرفها. لما تيجي تقول كلمة علاج، علاج من إيش بالضبط؟ يعني أكيد الشخص أو الفرد مصاب بعرض صحي أو مرض صحي، عليه إن هو يعدل النظام الغذائي علشان يكون مساعد بالعلاج للوضع الصحي اللي هو موجود فيه. فطبعا الغذاء انت عارف اي شيء احنا بناكله اما بيكون يدينا الصحة او بيدينا المرض. يعني اختيارنا لانواع كثيرة من الاغذية والحالة الصحية اللي احنا موجود عليها. لما اقول لك الحالة الصحية، احنا بنسمع كثير في ناس مثلا عندهم مشاكل سكري، عندهم مشاكل ارتفاع في ضغط الدم، مشاكل امراض القلب، امراض الكلى، امراض الكبد، الناس اللي عندهم مشاكل امساك او مثلا هشاشة عظام. فاحنا كده بنركز في التغذية العلاجية، نعمل نظام غذائي يخص كل حالة من الحالات بعد تشخيص الشخص بالمرض المعين دي. فمثال مثلا الأشخاص اللي عندهم السكري المؤقت اللي احنا بنسميه، اللي هو مثلا ممكن يجيك بيكون في بداية السكري، نقدر ان احنا نعالجه بالتغذية بان احنا نقلل. هل هو جاء من عرض او من جراء زيادة الوزن، نخفف الوزن. هل هو جاء تقريبا من تناول الشخص الأغذية أو النظام الخاطئ في أكله، بيرتفع السكر أو الأنسولين معنا في شيء بالغذاء بينزل، ارتفاع ضغط الدم في بداياته بنخفض نسبة الأملاح اللي احنا بناخدها بينزل. الناس اللي عندهم مثلا جلوتين انتولرنس أو مثلا حساسية من مادة غذائية معينة أو عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، بعد التشخيص يطبق لهم أو يعني يرتب لهم نظام صحي خالي من الجلوتين. اللاكتوز نفس الشيء. الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى وتناول الأغذية المحتوية على البوتاسيوم، نخفف لهم من نسبة البوتاسيوم في النظام الغذائي. الناس اللي عندهم هشاشة عظام والكالسيوم، يعني هي كثيرة. يعني هي دكتور، يعني نقدر نقول أن هي نظام أو أسلوب حياة يتوافق مع الحالة الصحية اللي يعاني منها الشخص. طيب دكتورة تسمحي لي بس أخذ اتصال بمعنى اتصال. مساء الخير يا أحمد. هذا والله مساء النور. أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد. إيش مشاركتك يا أحمد؟ أنا مشاركتي أشوف إن اللي هي زي ما تقول أنت إنه التغذية العلاجية. طبعاً أنا إنسان أشوف إنه الأكل صراحة يعني علاج من غير ما يكون في شيء اسمه تغذية علاجية. يعني الإنسان إذا زعل أكل، إذا زعل أكل حرفياً. يعني أنا من الناس اللي كذا، إذا زعلت كل وإذا استنست كل ففي الحالتين باكل، فهمت علي؟ وتحس هذا علاج لك يعني؟ هذا علاج لي. وش اللي راح يسعد؟ هذا الموضوع نسميه التغذية النفسية مش التغذية العلاجية. أنا على حسب المود. شيء أي علاجي من كل شيء بأكل. يعني أنا يعني كيف أقول لكم وش يعني أنا يعني. طب أحمد طالما أنك كنت فتحت، أحمد طالما أنك فتحت هذا الموضوع، وش التحسن النفسي اللي يجي لك بعد ما تأكل؟ يعني هل تحس إنه فعلًا تغيرت نفسيتك مثلًا إذا كنت زعلان ورحت أكل؟ يا أخي أكون زعلان هرا، وإذا ما تدري وش أحلى شيء عندي؟ يوم أحد يزعلني ويعزمني يعني. لا إن شاء الله، إن شاء الله يا أحمد يعزمونك من غير ما يزعلونك يا أحمد. شكرا. الله يحييك يا حبيبي، الله يحييك. شكرا لك يا أحمد وشكرا لمشاركتك. شكرا لك. طبعا دكتورة يعني هذا موضوع آخر اللي هو موضوع. أنا تعليق بسيط. طبعًا. يعني هو كلامه صحيح. يعني مثلا في علاقة بين الهرمونات وبين السعادة، والهرمونات هذه أو الأغذية اللي تسوي ترفع نسبة الهرمونات أو الناقلات العصبية زي السيروتونين اللي موجودة في الشوكولاتة، هذه بتعطينا سعادة. ففي كثير من الناس فعلا لما تحس باكتئاب ولا تحس مثلا أنك في ضيقة في صدر شيء تاكل قطعة شوكولاتة تحس بسعادة، فجزء من كلامه صحيح. ممتاز ممتاز. دكتورة يعني خلينا ناخذ شوي جولة عن أكثر الأمراض اللي تتطلب، يعني احنا ذكرناها بشكل مبسط قبل الفاصل، لكن خلينا ممكن ناخذها بالتفصيل لبعض الأمراض اللي نقول شبه مزمنة اللي تحتاج التغذية العلاجية. أوكي، الأمراض المزمنة اللي احنا زي ما عرفناها قلنا فيه تكون في البداية مرحلة إصابتك بالسكر وبعدها بيصير مرض مزمن.
إن كانت من مرض السكري، إن كان من ارتفاع ضغط الدم الشرياني، إن كان مثلا من شيء بيسموه الكبد الدهني أو الفاتي ليفر. في مشاكل كمان اللي هي بتصيب الأشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول جراء الوراثة مش جراء التناول الغذاء، لأنه في ناس كثير مثلا ما شاء الله بيلعبوا رياضة وصحتهم تمام وما عندهم أي مشاكل في تغذيتهم، ولكن سل عندهم الكوليسترول عالي. هذه كمان احنا بنسميها بالأمراض الاستقلابية أو الأمراض المزمنة. تنظيم البرنامج الغذائي هو ليس علاج، يعني you cannot cure من السكر، you cannot cure مثلا، ولكن إذا كان جاء السكر ده من جراء زيادة في الوزن أو جاء السكر ده من جراء نظام غذائي خاطئ ممكن أنه يعالج، ولكن في خلال إصابتك في السكر إن كان مثلا من النوع الأول اللي هو معتمد على الأنسولين أو من النوع الثاني اللي هو معتمد على الحبوب واتباع برنامج غذائي سليم مدروس، أوكي، معناها هناك في تحكم في مستوى السكر، فما بيصير عندنا ارتفاعات كثيرة وما بنضطر نحن نزيد جرعات التحكم في أدوية تحكم السكر أو مثلا في الإبر الأنسولين أو جرعاتها الإبر الأنسولين. فعندنا أمراض معينة لازم نحن يكون نتبع معها برنامج التغذية. مثال الأشخاص اللي عندهم مثلا هشاشة عظام، أوكي، إحنا بنقول تمام هشاشة العظام، أنا بمسك النقطة اللي بدت فيها هشاشة العظام وببدأ إن أنا بعمل برنامج غذائي علشان ما يتطور موضوع هشاشة العظام، ولكن لا أعالج الشيء، لأنه هشاشة العظام المفروض إن هي الشخص إن هو يعني هو يكون موازي دكتور، هو يكون موازي للعلاج الأساسي، هو يكون بالعلاج الأساسي، ولكن خصوصا هشاشة العظام في ناس يقولوا لك لا، يعني مثلا السكري قلت لك المؤقت ممكن خلاص تنشفى منه نهائيا لما يكون في بدايته، ولكن هشاشة العظام ما حترجعه زي الأول زيرو وتكون خالي من 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 الشيء، لا أنت حتوقف من تطور الهشاشة هذه وببرنامج مدعوم بالكالسيوم والفوسفور الكالسيوم والفوسفور والزنك والمغنيسيوم. طيب يجي مثلا عندك الدهون زي الدهون الثلاثية، بنسمع دائما وهي بنسمع عن الكوليسترول او الكوليسترول الضار او الكوليسترول النافع، وكده هذه امراض امراض القلب اكيد تتاثر منها يعني. بالضبط، هذه تؤثر طبعا على ارتفاعها الغير معالج يؤثر على القلب، فاحنا دائما بنقول ان تركز على برنامج يكون معتدل في الدهون، اوكي، ومعتدل في النشويات، غني جدا في طبعا الخضروات والفواكه ومضادات الاكسده اللي هي، وغني في الزيوت او الدهون المفيده اللي هي بتساعد على تخفيض الدهون الضاره، اللي هي مثلا زي زيت الزيتون، بعض من الافوكادو، بعض من المكسرات بترفع لنا نسبه الاتش دي ال اللي هو الهاي دنسيتي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول الجيد، فمجرد ما ارتفع عندنا الكوليسترول الجيد عمل يعني علاقه طرديه بينخفض نسبه الكوليسترول الضار في الجسم. عندك بتسمع كثير من الناس بيقولوا لك احنا عندنا امساك دائما والامساك ده مزمن، بما انه الامساك ده موجود، اوكي، معناها شيء امساك له علاقه بالجهاز الهضمي، والجهاز الهضمي اللي بيمرضه الغذاء واللي بيشفي الغذاء، معناها انه ممكن يكون ما بيشربوا مويه كفايه، ممكن ما بيتناولوا كميه الالياف الكافيه، او انهم ما بيمارسوا رياضه المشي او الرياضات اي نوع من انواع الرياضه هي بتساعد على حركه الجهاز الهضمي. طيب دكتوره خليني يعني، هل هذا الخلل اللي قاعد يصير اذا اتبعنا نظام غذائي او تغذيه معينه وقدرنا الحمد لله ان نتخلص من الشغلات هذه اللي نعاني منها، هل نوقف هذا النظام الغذائي المعين او نقدر نخليه مستمر مدى الحياه؟ هو يفضل انه دائما الشخص لما يحصل انه جسمه ضعيف لشيء معين ودائما انه عنده مشكله بتصير لازم التزام بنظام الغذائي، وممكن مثلا انت اذا كسرت مره في الاسبوع ما عندك اي مشكله. هي موضوع انه احنا اختيارنا اللي بنحطه في جسمنا هو اللي بيعطينا الصحه او المرض، ولكن احنا نقول لا تحرم نفسك ولا تفرط، خير الامور الوسط. فانا لما احصل نفسي ان انا عندي مشكله صحيه مثلا عندي مشكله في السكر، اوكي، احنا بنقول يا جماعه ما تاكلوا سكريات كثير، ما تاكلوا حلويات كثير، ما تاكلوا، ولكن مره في الاسبوع لو اشتهى مثلا قطعه حلوى ولا شيء ومعموله مثلا بطريقه مدروسه او مثلا مستخدمه فيها السكريات اللي هي ما بترفع نسبه الانسولين عادي، ممكن ان هو ياخذها ويتناولها، ولكن مش بصفه يوميه. صحيح، خلاص بلاش نقول السكر، خلينا نقول التمر ومرضى السكر، في ناس يفرطوا في تناول التمر، اوكي، والتمر ايضا عالي جدا في السكريات، الفواكه عاليه جدا في السكريات ترفع السكر، لما نقول لهم يا جماعه مش تمنعوا نفسكم نهائيا، ولا قبل ما تتناول 7 تمرات ولا 12 تمره ولا 11 تمره، اتناول 3 تمرات يوميا
وهذه الكمية الكافية ممتاز. لك فيعني هي الاعتدال والتوازن لمعالجة العرض. يعني هو موضوع تثقيفي أكثر وتوعوي من هذه الممارسات. هل نقدر نقول أن أنظمة الحمية والدايت هذه تعتبر علاج تغذوي؟ صحيح، لأنك أنظمة الحمية والدايت أكيد أن هي حتكون لعلاج مشكلة السمنة. السمنة اللي هو يترتب عليها الإصابة بأمراض كثيرة هي الأمراض الاستقلابية. فإحنا مجرد ما إحنا بنحصل الشخص عنده وزن أو نعطيه له نظام غذائي عشان ينزل وزنه، شلنا عنه شبح إصابة السكري أو ارتفاع ضغط الدم الشرياني أو مثلا إصابته في ارتفاع الكوليسترول. منها نفس الشيء بنشيل عنه اللود عن ألام المفاصل والركب وأسفل الظهر. فمهم جدا ان احنا نعرف ان احنا اذا الشخص لما ينزل وزنه بنسوي تحاليل طبيه، بنشوف ايش المشاكل المتعلقه بنقص فيتامين معين او ماده معينه او مثلا الهيموجلوبين مثلا، وبنعالجه. ساعتها بيصير نزول السليم، وساعتها بيصير في تعويض كمان الفيتامينات والمعادن الناقصه اللي احنا شفناها كمان في التحاليل الطبيه. في عندي شيء مهم ضروري الان في الفتره هذه اللي احنا فيها مع انخفاض درجات الحراره، البرد. بعض الناس بيحسوا ببعض الاعراض، ممكن انهم يتناولوا لها مثلا ادويه ومسكنات، وعندي صداع كثير مثلا، او عندي مثلا دائما حاسس بخمول بجسمي او تعب بجسمي او بروده زايده عن اللزوم. لازم ينتبهوا لثلاثه اشياء. ايش هي؟ اول شيء السوائل يا جماعه، والماء وشرب الماء، لانه مع انخفاض درجه الحراره ما بتحسي بالعطش. صحيح، ما بنشرب مويه كثير والله يا دكتوره. الصداع، ايوه الصداع ممكن يكون سببه من الجفاف، من نقص المويه. ممكن انك انت تتابع الشيء ده من مراقبتك للون البول عندك، هل هو لون البول على اصفر غامق او اصفر فاتح او كلير. نفس الشيء بالنسبه لي الاكتئاب، او انه مثلا الام العظام والمفاصل، هل عندك نقص فيتامين د لانك ما بتتعرض للشمس بصفه كافيه، او عندك اصلا انت نقص مع الفتره هذه زاد بزياده، بتحس دائما بتعب والنوم الكثير. اوكي. والشيء الثالث، هل عندك مثلا نقص في الحديد الهيموجلوبين لما يكون ناقص؟ احنا في البروده بيصير عندنا التعب اكثر، بيصير عندنا بروده الاطراف بتزيد. فهل لازم نحلل عشان نعرف اذا هل الهيموجلوبين عنده ناقص ولا لا؟ فهذه ثلاثه اشياء دائما الاشخاص بيشكوا منها في فتره الشتاء، وكثير يعني يحط لها اسباب ثانيه يعني تكون غير صحيحه. دكتور اذا تسمحي لي بس اخذ اتصال. تفضل. الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا غالي؟ اهلا وسهلا حبيبي، تعرفنا باسمك؟ أبو شهد معك علي. أهلا يا أبو شهد، تفضل يا أبو شهد، وش سؤالك للدكتورة؟ والله أنا أعاني من السمنة، تقريبا وزني حدود 115، وكثير نصحوني بنظام الصيام المتقطع، فأبغى رأي الدكتورة هل تأيد الشيء هذا لي بالنسبة مقارنة بالوزن؟ جربت أنظمة قبل كذا يا أبو شهد؟ يعني للأمانة لا، ما جربت أنظمة يعني حمية قبل كذا؟ لا كانت في محاولات لكن في الأخير تكون فاشلة صراحة. ممكن يعني تفضل يا دكتورة، تبي تسألك الدكتور. هل عندك أي مشاكل صحية؟ لا الحمد لله ولا عندي أي. كم عمرك وكم عمرك؟ عمري 40 والوزن 115. وكم الطول؟ الطول تقريبا حدود 170. 170 تمام. أوكي، معناها إحنا عندنا دحين تقريبا لازم تكون من 75 إلى 80 كيلو الوزن حقك، يعني في زيادة. طيب. أبو شهد راح تسمع إجابتك إن شاء الله من الدكتورة، وشكرا لك ولاتصالك. أبغى إذا كان في نصيحة يعني من ناحية الصيام المتقطع، إذا أكيد كانت أيده تشرح لي وش أفضل طريقة. أكيد حتشرح لك يا تابعنا إن شاء الله في البرنامج، راح تشرح لك بالتفصيل بإذن الله. شكرا لاتصالك يا أبو شهد. تفضل يا دكتورة. طبعا يعني الصيام المتقطع هذا يعني أيوه. على ما يقولوا هبة جديدة الناس، يعني نتائجها يا دكتورة؟ صدقني انه الصيام المتقطع هو موجود من زمان، لما كنا نقول لكم بس كله يا جماعة تعشوا بدري. اوكي، فترة ما بينك انك تعشيت الساعة 7 اوكي، وفطرت الساعة مثلا 8 ولا الساعة 10 الصباح اوكي، هذه دي اللي احنا بنسميها صيام متقطع، ولكن احنا قلبناها عشان نقول شيل الفطور علشان يكون في امتداد لساعات الصوم اللي هي خلال النوم مع الصباح، وفي تقريبا 16 ساعة من الصيام. بيسكلي خلينا أركز على شيء واحد، مجرد ما شلت وجبة واحدة من الوجبات إن كانت فطور أو إن كانت عشاء، أنت قللت نسبة السعرات الحرارية اللي أنت تأخذها في مأخوذك اليومي.
لأنك أنت شلت وجبة كاملة تحتوي تقريبا على 400 إلى 500 سعرة حرارية قل المأخوذ في الجسم، فصار فعلا في نقصان في الوزن. أنا أنصح الصيام المتقطع، ولكن أنصح الشخص يسويه على حسب قدرة جسمه وبالتدريج. يعني مش إن أنا أكون مرة واحدة مثلا باكل كل 12 ساعة وعلى طول أوصل إلى 16 ساعة ولا 18 ساعة، لا بالتدريج، خليها مثلا 12 13 14 15 كل يوم يزود ساعة. وكل يوم يزود ساعة، واليوم اللي يحس فيه جسمه تعبان أو عنده مشكلة صحية مو لازم إنه هو يسوي الصيام المتقطع، ويفضل إنه هو ما يسوى بصفة يومية، يفضل إنه يسوى تقريبا يومين أو ثلاثة في الأسبوع فقط لا غير، ويحال عشان الجسم يعني يصير فيه عندك حرق أكثر. يعطي نتيجة يا دكتورة؟ يعني ينفع لأبو شهد يعني في حالته مثلا زي ما قلنا وزنه 115 وطوله؟ أنا سألته ما عندك أي مشاكل صحية، لسه أنا بسأل ليش عندك مشاكل صحية. في ناس بيكونوا بيتناولوا أدوية للسكر أو أدوية للغدة وأدوية لمثل معينة، ولازم تتاخذ بعد الغذاء نهائيا بعد وجبة الفطور. فإذا هم حذفوا وجبة الفطور وأخذوا الدواء ده بدون أنه ما يكون فيه أكل، فحيكون ما في امتصاص تمام ويعرضوا الجسم للمشاكل. فأهم شيء أنا أعرف مشكلة الجسم علشان أقول له يصلح له ولا ما. أكيد يصلح له، وطبعا لازم يكون معاه نفس الشيء برنامج غذائي، مش فقط الصيام المتقطع وبعدها أكل فاست فود ولا أكل كيكات وأكل حلويات، لأنه ما حكون استفدت شيء. والرياضة كمان يا دكتورة، والرياضة والمشي طبعا. انصحي بالرياضة، هو يسمعك الآن قولي له الرياضة يا أبو شهد. الرياضة وخصوصا الآن الجو حلو في الهواء الطلق، اطلع وامشي. أكيد دكتور. في ناس تسألني، يعني أنا جاني سؤال هنا في الواتساب يقول هل التغذية العلاجية لحل مشاكل الجهاز الهضمي فقط؟ أكيد أكيد طبعا، مش الجهاز الهضمي، أنت عندك الجهاز الهضمي ما كلمة فقط، وبعد الامتصاص الغذاء من الجهاز الهضمي الفيتامينات والمعادن إلى الأجهزة الأخرى، تمام؟ فإحنا بنقول مثلاً لما يكون عندنا نقص في الدال أو عندنا نقص في الكالسيوم في غذائنا نفسنا وصبنا في هشاشة العظام، يعني العظام ما هي في الجهاز الهضمي، ولكن الكالسيوم وفيتامين دال ينتقل عبر الجهاز الهضمي بعد الامتصاص إلى العظام، فهذه الفكرة. مثلاً عندك أوكي، مثلاً عندك من المشاكل الناس اللي عندهم مثلاً نقص أو أنيميا حادة دائماً، أوكي؟ بيكون عندك في الغذاء نوعين من الحديد، في شيء بنسميه هيم ايرون ونان هيم ايرون. ايش يعني هيم ايرون؟ يعني الحديد الاتي من المنتجات الحيوانيه، ويوجد عندك الحديد الاتي من المنتجات او محتوي على المنتجات النباتيه، تمام؟ يختلف حتى من مصدر الحديد يا دكتور، مصادر الحيوانيه او المصادر النباتيه. عند اصابتنا بصقر الدم وبحاجه الى حديد، الحديد اللي اتي من المنتجات الحيوانيه امتصاصه للجسم حيكون اسرع بكثير. ودائما بنقول دعموا يا جماعه الاثنين مع بعض، يعني ما تركزوا فقط على المنتج النباتي، لا لازم يكون المنتج الحيواني مع المنتج النباتي مع اضافه عنصر فيتامين سي كمان ليهم علشان يسهل في الامتصاص ده. ممتاز. طيب دكتوره عندنا مثلا تفضل دكتوره، بس عشان في عندي اتصال ودي اخذ اتصال اذا تسمحين لي دكتوره. اتصال وبعدين نكمل. يلا تفضل. الو مرحبا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. تعرفين باسمك؟ انا غاده. اهلا يا غاده. غاده سؤالك للدكتوره. ايوه عندي والله كذا سؤال، بس اكثر يعني الموضوع شد كثير على سمعات عليه. اكثر سؤال عندي اللي هو هل صحيح اذا التغذيه، يعني اذا في شخص اتبع نظام غذائي معين لكن ان ينقصه جانب، يعني مثلا الفيجن والفيجيتيريان الايام هذه اللي يعني يعتمد على البروتين والامور هذه من اشياء نباتيه، فهل هذا يضر ولا عادي إذا كان يعني أحاول أبحث عن البروتين لكن بمصادر يعني غير حيوانية؟ نقطة ثانية، هل في إشكالية يعني إذا في شخص، يعني أنا شخصيا أحاول أني أخلي النظام الغذائي تبعي يعني يكون متكامل، لكن ما في زيادة في الوزن، إذا أنا أبغى أزيد الوزن مثلا هل في يعني شيء معين يقدر يزيد وزن بشكل يعني؟ الحين يا قادة الناس قاعدة تدور أنها تنقص الوزن وتدور أنظمة غذائية، أنت تبي تزيد الوزن لأن أنت عندك نقص في الوزن يعني؟ أيوة، أحس بالضعف بعد، يعني أحس أنه شوية يعني في ضعف بسرعة أتعب، تحسي تعب وخمول كذا في جسمك إذا سويتي مجهود. تمام أوكي طيب. واضح. في أي سؤال ثاني؟ شكرا شكرا يا غادة. شكرا يا غادة. في اتصال ثاني ولا أجاوب وحيد؟ لا تفضل يا دكتورة.
معليش بالنسبة لزيادة الوزن، إذا هي بتقول أوكي أنا جالسة آكل وزني ما بيزيد، أوكي أول شيء بسويه مع الناس لما يكون عندهم نقص الوزن، بسوي تحاليل طبية علشان أعرف هل هي عضوية أم تغذوية، يعني هل هي خلل في الجسم أو هي خلل في الغذاء. بعد كده بقيم السعرات الحرارية المأخوذة المتناولة من قبل الشخص. ممكن الشخص أصلا معدته صغيرة، بيأكل وجبة أو وجبة ونص بيقول لك أنا خلاص كل كثير، لأنه معدة صغيرة معناها السعرات الحرارية، إذا هو النظام ده ما هو جالس يزود، السعرات الحرارية قليلة وليست كافية لزيادة نسبة الدهون أو لزيادة الوزن في الجسم. هذا النقطة الأولى. النقطة الثالثة اللي سألت عليها الفيجان بروجرام، هل الفيجان بروجرام صحي ومش صحي؟ الفيجان بروجرام صحي إذا انتبع بطريقة صحية 100% بدون ما يكون في نقص في أي معادن. طبعا انت عارف في أنواع كثيرة، كل الخصائص تكون موجودة، صحيح ما هي موجودة في كل الخضروات، موجودة فقط زي فيتامين B12 وغيره وغيره. أهم شيء إحنا ناخد المكمل الغذائي معه وناخد نسبة البروتينات الكافية، فبيكون موزون ومدروس. يعني كل يوم لازم تتناول الجرامات هذه من البروتين، الجرامات هذه من الكالسيوم، الجرامات هذه من الحديد. إذا سوته بالطريقة هذه هو مفيد، ولكن إذا سوى بطريقة غير مدروس مدروسة معناها صار عندنا سوء تغذية وصار يجيب لنا النظام ده المرض وليس الصحة. ممتاز دكتور. إذا تسمعي لي ناخذ اتصال بعد. تفضل. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا وسهلا، تعرفنا باسمك؟ معك محمد من تبوك. اهلا يا محمد، الله يسلمك. كان عندي سؤالين اذا سمحتوا لي. السؤال الاول باختصار، كان عندي نقص فيتامين د وصل 7، اخذت الكورس 50,000 وحده لمده 3 شهور، الحمد لله كان 3000 انتهت المشكله هذه. لكن السؤال الان، هل استمر بجرعه معينه او بنسب معينه في موضوع فيتامين د في حبوب؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، عندي ولدي الآن في مرحلة البلوغ بس إنه نحيل جدا جدا جدا، هل في شيء أو هل في تغييرات بتصير في جسمه أو يعني ما أدري كيف أطرح السؤال، لكن إيش أسوي لين يطلع بصحة باختصار؟ يعني هذا هو واضح. ممتاز محمد. الجزء الأول بخصوص فيتامين د، فيتامين د مجرد ما الشخص يوصل للرقم المطلوب، اوكي which is هو لازم يكون above 100، عليه انه هو ياخذ جرعه بنسميها جرعه المينتيننس او الموازنه، اذا اللي هي مره في الشهر ياخذ 50,000 تمام، ويفضل يتابع كل 3 شهور بالفحوصات الطبيه، لانه فيتامين د زي يعني اشخاص اكبر غلط بيسويه انه بيكون عندهم انخفاضات حاده بيخلصوا الكورس وبيوقفوا نهائيا بدون جرعه موازنه وبيرجعوا بعد ثاني بتحصل انخفاض مرة ثانية. ففي شيء اسمه جرعة الموازنة. السؤال الثاني بالنسبة لولده، نفس اللي قلته الغادة على النحافة، أول شيء يجب عليه إجراء تحاليل طبية علشان نطمن إنه ما عنده أي مشاكل نقص في أي فيتامينات ومعادن. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل هو بينام كويس؟ هل هو بيتحرك طبيعي؟ هل هو الشخص يعني بتحسيه شخص طبيعي؟ يعني مرات ترى النحافة ما بتكون لها شيء مرضي، أوكي، ولكن شكل الواحد لأنه هو جاي مثلاً من عائلة يوجد فيها أشخاص نحفاء كثير، أوكي، بيوصل لعمر معين بيبدأ يزيد وزنه، أوكي، فمن نحافة بتكون هذه وراثية ولكن ليست نحافة مرضية، أوكي. غادة تقول إنها تحس بتعب، يعني أي مجهود تسوي تحس بوهن كده. علشان كده أنا قلت لها عليك إنك أنت تجري تحاليل طبية، لأنه كلمة تعب هذه ممكن يكون عندها أنيميا، ممكن يكون عندها مثلاً نقص فيتامين د، ممكن يكون عندها نقص فيتامين بي 12 تمام. فساعتها إن إحنا كده وغير كده، إذا هي فعلاً ماشية على أنظمة غذائية كثير وما هي جالس ينزل وزنها وعندها سدة في الشهية، معناها كمان نقص الفيتامينات والمعادن يؤثر عليها. فهذا الشيء جواب لغادة وجواب للأخ محمد. بالنسبة لولده نفس الشيء، يشخص ولده هل هو طبيعي، هل هو مثلاً كل العلامات الحيوية عنده ممتازة وما في عنده أي مشاكل، معناها هي نحافة وراثية. ولكن لو أجرى التحاليل الطبية ووجد عنده نقص، عليه انه نعالج النقص ده. بعد ما نعالج نقص التغذيه او نقص الفيتامين المعادن، حيصير الشخص هو الولد ان هو يزيد في وزنه. ولكن متعارف عليه في فتره المراهقه مع التغييرات الهرمونيه للشخص ممكن ان يصير اما يعني زياده في الوزن سريعه، اوكي، او انه يصير في انخفاض في الوزن، لانه الشخص بتحصل انه جسمه بيمر في مرحله وما بياكل التغذيه او السعرات الحراريه الكافيه علشان يعدي هذه المرحله. ممتاز. ممكن نكمل لموضوع مهم؟ تفضل يا دكتورة، بس أنا باقي لي تقريبا دقيقة ونص.
تفضلي. دقيقة ونص ما حيكفوا، ولكن بسرعة بسرعة حذكرهم. تمام. تفضلي. أنت سمعت على بنقول إحنا تغذية علاجية، وسمعنا على برنامج اسمه الكيتو. الكيتو بيعالج الصرع عندنا، فهو لما عمل في البداية على إنه يعالج أمراض الصرع، فهذه من أساسيات التغذية العلاجية. تكيسات المبايض المنتشرة بالنسبة للبنات، و قلة مأخوذ السكريات هذا كمان من علاجها. الرياضيين يا وحيب وانت منها اوكي، والنظام الخاص فيهم خصوصا في تناول البروتينات. كبار السن اذا عندهم مشاكل في الاسنان او في المضغه او في البلع، علينا نحن يكون عندهم بالتغذيه العلاجيه برنامج او التغذيه الانبوبيه. التثقيف الصحي الاخير اوكي، اللي هو ده لازم يكون تصحيح صحي وتغذوي لحاله المريض نفسه ببرنامج وبمخاطر عدم تناوله لمواد معينة أو زيادة تناوله لمواد غذائية معينة. وأتمنى أن أنا أكون في التكفي الأقل من دقيقة ونص، وقفلنا الموضوع.